إن شاء الله إحنا كخطوة أولى قمنا يعني بإصدار هذا الكتاب اللي يتكلم هي كرونولوجية حياتي سيت اون كرونولوجي دو توت ما في تلقاو فيها كل شيء يعني على حياتي الرياضية والخاصة. الآن من هذا الانطلاق إن شاء الله الهدف الثاني هو أنه يكون لما لا فيلم وثائقي أو سينمائي يتكلم على مشواري وعلى حياتي اللي كانت مملوءة بالأشياء الجميلة المحزنة، أشياء اللي ممكن تفيد يعني كثير من البنات وكذلك الذكور في مشواراتهم المختلفة.